الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير كيف يمكن لنا أن نوظف برنامج الإكسل في بعض الحسابات التي يحتاجها طالب الاقتصاد القياسي، خاصة الاقتصاد القياسي المتقدم، عندما يحتاج إلى حل معادلات، سواء كان معادلة متعددة الحدود اللي هي multiple regression اللي هي polynomial، أو بسيطة باستخدام المصفوفات المحددات. فعلى سبيل المثال، الآن لدينا بيانات افتراضية عن الآن، يعني أقرب، يعني أكبر الشاشة حتكون واضحة. الآن لدينا بيانات افتراضية عن متغيرين XI اللي هو المتغير المستقل وYI المتغير التابع. هذه البيانات فقط يعني عبارة عن 6 أو 7 مشاهدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مشاهدات عن XI، 8 مشاهدات عن YI. تبدأ XI بالصفر 2 1 4 6 5 5 9 وهكذا 10، ثم الآن لواي آي 15 10 13 8 6 7 5 1. هنا نفترض على سبيل المثال بأن اكس اي تمثل الإنفاق على البرامج التوعوية ضد آفة المخدرات مثلا، وهنا الآن عدد الجرائم المخدرات في مجتمع في دولة ما. نريد أن نقوم الآن باستخدام بعض الأوامر من برنامج إكسل مثلا. الآن نريد أن نرتب المصفوفة إكس، فعادي مثلا هنا طبعا المصفوفة إكس تتكون من عندي من 8 من الصفوف وعمودين، فأضع الآن لنفترض الآن أدمج هاتين الخانتين هنا، الخليتين، الخانة هذه والخانة هذه، أذهب إلى ميرج فالآن وأضعها في المنتصف، أوكي. ولنفترض أني الآن خليت أنه هذا عبارة عن الأكس اللي هو البيتريكس، آتي إلى هنا الأمر هنا وأضع الفراغ، ثم الآن أكبس، ثم آتي إلى هنا حتى أزين يعني الآن على نوع الخط سميه تايم رومان، وطبعا إيتاليك بولد. فالآن كأنما الآن أضع الماتريكس هنا، فعندي الآن 8. سأختار على سبيل المثال هذه الخانة، أضع فيها 1 حتى نأخذ بعين الاعتبار نقطة التقاطع هنا، 1 أضعها في المنتصف، ثم أسحب إلى 8 خانات، يعني هذه الخانة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. بسحب قاعد من المربع البسيط بالأعلى، يعني مثل هذا المربع الآن، وضع 8، وآتي هنا فأعمل كنترول كوبي، نسختها، أضع كل هذه القيم هنا في، فالآن لدينا المصفوفة إكس اللي هي إكس ماتريكس. الآن أريد أن أعمل نسخ لهذه القيم في المصفوفة إكس حتى أعمل لها ترانسبوز أو منقولها. بعمل بالحالة هاي كوبي أضعها هنا، وأختار على سبيل المثال هاتين الخليتين، 1 2 3 4 5 6 7 8، أوكي، وأتي إلى هنا بيست وأضعها، أختار، لاحظوا لي هنا اللي هي ترانسبوز، في الوضع ترانسبوز. إذن الآن هنا كذلك الأمر، بدمج الخانتين أضعهم في المنتصف، هاي عندي إكس ترانسبوز، إكس ترانسبوز هنا كذلك الأمر، أغير شكل الخط تايم رومان اللي هو الذي يليق بالرياضيات، يعني عادة نستخدمه احنا. فعندي الآن إكس ترانس، هذا الآن إكس، هذا الآن المصفوفة إكس هنا، وعندي إكس ترانسبوز هنا، لاحظوا لي. الآن أريد إكس ترانسبوز إكس، على سبيل المثال أختار هاتين الخانتين، أدمجهم ميرج أند سنتر، أضع في الوسط،
فعندي الآن x transpose x اوكي تساوي على سبيل المثال، ثم آتي إلى هنا الكوماند هنا هذا في المربع هذا المستطيل، وثم أضغط على نوع الخط time Roman اوكي time Roman، والآن أصبح time Roman. بنحطه إذا بنحط يعني إيتاليك فقط، الإيتاليك لما داخل القوس أفضل شيء اوكي، هاي إيتاليك، وكذلك الأمر الكل. إذا الآن عندي X transpose X، وبيطلع عندي الآن طبعا 2 باثنين، وبالتالي سأختار هاتين الخانتين هنا 1 2 2، والآن يعني حاصل ضرب X transpose X، X transpose في X طبعا، وظلي الخانات التي سيقع فيها الآن حاصل ضرب المصفوفة، المصفوفة هذه X transpose في X، وأذهب طبعا بعد ما ظللت الخلايا التي ستقع فيها القيم، أذهب إلى فورميلا، وثم الفورميلا math and trigonometry، وأذهب إلى matrix mult اللي هو هذا M mult اللي هي matrix multiplication. هنا الآن يسألني هذا الآن صندوق الحوار اوكي ماذا تريد تضرب ماذا بماذا، فالآن بحدد بما انه الالي 1 اللي هو هذا اوكي الاكس ترانسبوز ممتاز، ادي الان اضغط هنا على الالي 2 وهي عندي اكس، فعندي الان اكس ترانسبوز اكس، بعد ما وضعت كل الخانات هنا اضغط على كنترول شيفت مع بعض ثم انتر، فبطلع عندي قيم الان اكس ترانسبوز اكس. اذا يعني كل ما قمت فيه اللي هو وضعت الاكس ماتريكس ثم اكس ترانسبوز ماتريكس الان، ثم هذه الخطوة الثالثة اني حسبت الاكس ترانسبوز اكس. الان اريد ان احسب اكس ترانسبوز اكس انفرس اللي هو معكوس المصفوفة، ضللت الخانتين هاتين خانتين ثم وضعت في المنتصف، واريد الان اني احسب عفوا هنا أريد أن أحسب X transpose X الكل inverse أوكي سالب واحد عفوا سالب واحد أوكي، وآتي إلى هذا الآن المربع، ثم أضع الآن النهاية superscript أوكي superscript حتى يبين أنه يعني كذلك الأمر، بغير شكل الخط الآن time roman، وخلصنا منه الآن هاي time roman هنا اوكي time roman او بالأحرى هنا time roman، نعم بطلع عند time roman، بضع اللي داخل القوس الآن italic و bold، عندي control i control beta، فطلع عندي الآن وأضلل الخانات الأربعة هذه حتى أحسب الـ X transpose X. كيف؟ نذهب إلى فورمولا ثانية مرة math and trigonometry هنا، وأذهب إلى matrix env اللي هو MN matrix env اللي هو inversion يعني returns the inverse matrix of the يعني of the matrix stored in an array. إذن بضغط على MN وآتي هنا ماذا أريد أن الآن أحسب المصفوفة العكسية لماذا؟ بسألني هنا بالآلي، إذن أضع هذا كل الكلام هنا فقط ثم Control Shift ثم Enter، طلع عندي الآن Inverse Matrix. لاحظوا Inverse Matrix هو دائما وأبدا بالمربعات السرعة الاعتيادية، لاحظوا هنا التماثل 37 37، وهنا دائما القطر الرئيسي بيكون مربعات أو أرقام إيجابية، هنا لاحظوا لي هاي سالب سالب لكنها متماثلة، وهنا دائما موجبة القيمة. الآن هذه الخطوة التي قمنا بها مهمة جدا، نحسب الآن ما يسمى بـ X transpose Y in matrix. الآن أضع هنا لاحظوا لي ضللت هاتين الخانتين merge and center، أضعها بالنص، وأضع الآن X transpose Y تساوي أوكي بظل طبعا خلصنا من هلا وضعناه هنا، بظللها كلها وبخلي
نوع الخط تايم رومان اوكي وبولد خلصنا. هلا كذلك الامر ممكن نعملها ايتاليك عملناها ايتاليك. هلا وين بدي اضع الان اكس ترانسبوز واي؟ هنا اوكي. هاي عندي اكس ترانسبوز اذا ارجع يعني نريد ان نضرب هذه المصفوفه اكس ترانسبوز لاحظوا لي في واي هذه واي. اذا اذهب ثاني مره او مره اخرى الى الفورمولا ماث اند تريجونومتري ثم ماتريكس مولت اللي هي ام مولت هذه ام مولت ماذا بماذا اكس ترانسبوز. هنا فعلا بيسالني اري 1 اللي هو اكس ترانسبوز وضعتها كلياتها وثم الان اري 2 واي اللي هو هذا كل القيم لواي ثم اضغط الان كنترول شيفت انتر بيطلع عندي الان 5191 اللي هي عباره عن حاصل ضرب الان الاكس ترانسبوز في واي. الان البيتا اللي هي قيم المعلومات المقدره اي وبي سأضع هنا A هنا A تساوي أو بالأحرى فراغ تساوي ثم B تساوي أوكي. أظل الخانتين أو الخليتين أضعها في المنتصف ثم أختار إيتاليك بولد وأغير نمط الخط إلى تايم رومان. الآن لاحظوا لي أصبحت بهذا الشكل. هنا الآن قيمة المعلومات اللي هي X transpose X inverse مضروب في X transpose Y. إذا نحتاج إلى ضرب مصفوفات أذهب مرة أخرى إلى formula math and trigonometry ثم الآن matrix mult. هاي matrix mult مين الآن الأولاني اللي هو X transpose X all inverse هذه أوكي. ثم الآن الثاني بسحبها إلى هنا عفوا الآن الثاني هو الآن عبارة عن حاصل ضرب X transpose في Y ولأني ضللت هون المنطقة هاي إذا الآن بضغط Control Shift ثم Enter بطلع عندي قيم A و B. إذا هاي قيم A و B أضعها في المنتصف بكون بالحالة هاي المعادلة التي توصلت إليها هي عبارة عن عما يلي. الآن أذهب إلى Insert ثم equation هنا بنقلها إلى هذه الجهة هنا وأقول بالحالة هي y i طبعا y i أو أنقلها هنا من يعني بقدر أحطها في الصيغة هنا. هنا الآن أذهب إلى هذه الصيغة هنا أو الكمان تبع equation أضغط على هذه الآن عندي y وطبعا sub i فراغ اليمين تساوي ماذا؟ تساوي 13.6435 ناقص اللي سالب هذه طبعا هنا هاي الانترسبت سالب 1.1932 مضروب بماذا؟ مضروب في XI. إذا أذهب إلى الكوماند هذا حتى يطلع عندي السبسكريبت أضغط هنا وعندي هنا X وهاي I وبالتالي أكون قد فعلا قدرت الآن يعني وضعت قدرت المعلومات A و B هنا. لكن لاحظوا لي هنا أني وضعت شكل المعادلة التي أحتاج إلى تقديرها Bold وممكن أنقلها الآن أي مكان أريد. هذه الآن المعادلة التي تحكم العلاقة بين YI و XI هنا المتغير التابع وهذا المتغير المستقل. سأنتهي من هذا المقطع البسيط عند هذا الحد ثم أكمل إن شاء الله بعد قليل لمقطع آخر يبين كيف يمكن لنا الآن أنه نختبر الفرضيات. وإن شاء الله بعد قليل أعيد البث على مقطع آخر مكمل لهذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.